بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عايزين نتكلم على توصيل المقاومات. انا عندي طريقتين اوصل بيهم المقاومات، اما توصيل على التوالي واما توصيل على التوازي. توصيل على التوالي يعني ايه؟ يعني كل مقاومه بتسلم الثانيه. بمعنى انا هفترض دلوقتي ان انا عندي مقاومه اهي وعندي كمان مقاومه اهي، يبقى انا لو جيت خدت المقاومه ديت وسلمتها للمقاومه ديت بقوا الاثنين دلوقتي على التوالي. توالي يعني تيار هيمشي من الاولى ويطلع ويمشي في الثانيه، هو نفس التيار اللي ماشي في الاثنين. لكن توازي يعني ايه؟ يعني انا هوصل الاثنين كده، ادي التوصيله بتاعتهم هتبقى بالصوره اللي قدامكم دي كده. يعني ايه؟ يعني خد بالك الاثنين كل واحده عامله فرع، كل واحده عامله فرع، ده التوصيل على التوازي. اما التوصيل على التوالي كل واحده بتسلم الثانيه. فانا لو جيت افترضت كده ان انا عندي ثلاث مقاومات، ادي المقاومه الاولى وبعدين ادي المقاومه الثانيه وبعدين ادي المقاومه الثالثه. وخد بالك من حاجه مهمه، اللي انا بكتبه دلوقتي على السبوره ده استنتاج من ضمن اربع استنتاجات انت مطالب بمعرفتهم في الكهربيه التياريه. الاستنتاج الاولاني عندنا اللي هو استنتاج قانون المقاومه النوعيه، ان انت بتقول له ان الارض تتناسب مع الطول، الارض تتناسب مع الاريا، وبعدين تيجي تقول له الارض تساوي ثابت، وبعدين تحط الثابت ده ان هو المقاومه النوعيه. ده اول استنتاج عندنا. الاستنتاج الثاني اللي هي المقاومات على التوالي، الاستنتاج الثالث مقاومات على التوازي، وفي عندنا الاستنتاج الرابع بتاع قانون اوم للدوائر المغلقه. فناخد بالنا من طريقه الاستنتاج عامله ازاي. لو جالك السؤال في الامتحان وقال لك استنتج المقاومه المكافئه لمجموعه مقاومات متصله على التوالي، حضرتك هتقول اول حاجه ادوات التجربه، ايه اللي مطلوب عندي؟ ثلاث مقاومات. ثاني حاجه حضرتك مطلوب مجموعه من الاميترز اللي هي عشان اقيس شده التيار. ثالث حاجه مطلوب مجموعه من الفولتميترز عشان اقيس فرق الجهد. رابع حاجة مطلوب بطارية علشان أحط جهد للدايرة. وبعدين تعال نجرب شغلنا. آدي الثلاث مقاومات، هوصلهم على إيه؟ هوصلهم على بطارية زي ما إحنا شايفين كده. طب دلوقتي وصلتها على البطارية، التيار هيبتدي يمشي. طب عايز أقيس التيار، يبقى هبتدي أعمل إيه؟ هبتدي أوصل الأميترز بتاعتي. طب الأميتر يا جماعة إحنا قلنا الأميتر بيتوصل إزاي؟ قلنا الأميتر بيتوصل على التوالي. الاميتر بيقيس شده التيار، وقلنا ان الاميتر بيوصل على التوالي. فهنوصله ازاي؟ حضرتك هتيجي تعمل كده وتقول هنا الاميتر رقم واحد، وتيجي تعمل هنا وتيجي تقول ده الاميتر رقم اثنين، وهنا ده الاميتر رقم ثلاثه، وهنا ده الاميتر رقم اربعه. طيب خد بالك يا هندسه ان التيار هيطلع كده وهيمشي في السلك، هو نفس التيار. وبالتالي انا لما اكون عامل الدايره ديت ومصممها في المعمل واجي ابص على قراءه الاميتر ده وقراءه الاميتر ده وده وده، هلاقيهم بيقراوا نفس القيمه بالظبط. طيب بعد كده عندي مجموعه من الفولتميترز اللي هي اجهزه قياس فرق الجهد، واجهزه قياس فرق الجهد اللي هو الفولتميتر قلنا بيوصل على التوازي مع الحاجه اللي احنا عايزين نقيس فرق الجهد عليها. طب احنا عايزين نقيس فرق الجهد على مين؟ على المقاومات. فهاجي اوصل كده فولتميتر عليها، وبعدين هوصل فولتميتر على الثاني، وبعدين هوصل فولتميتر على الثالث المقاومه الثالثه، وبعدين هوصل فولتميتر رابع على البدايه والنهايه بتاعت المقاومات. يبقى انا كده وصلت كام فولتميتر؟ وصلت 4 فولتميتر و4 اميتر. طيب هنيجي نقول ايه بقى؟ الملاحظات. الملاحظات بتاعت التجربه دي بتقول ايه؟ ألف عند التوصيل على التوالي تقرأ الأميتر أو الأميتر أو أجهزة قياس شدة التيار نفس القيمة. رقم ب يتجزأ فرق الجهد على المقاومات، يعني فرق الجهد بيتجزأ على المقاومات. وطبعا الموضوع ده يا جماعة أنا عايز أشبهه لك بحاجة تقدر تفهمها كده من خلاله. أنا لو افترضت أدي المقاومة الأولى عندي، وبعدين المقاومة الثانية، وبعدين المقاومة الثالثة، وهكذا، وافترضت إن أنا في عندي هنا واحد، الواحد ده معاه صندوق وعايز يزق الصندوق ده على الطريق ده. أول ما هيجي يزق الصندوق، الطريق ده هنا كده في الجزء ده أملس، مفيش فيه خشونة، فالطريق عادي بالنسبة له، هيزق الحتة دي مفيش فيها مشكلة. بس أول ما يوصل هنا يلاقي شوية مطبات، فيبتدي يبذل شغل زيادة بقى علشان إيه؟ علشان يعدي الصندوق من المكان ده يوديه على المكان ده كده. وبالتالي على ما وصل من هنا لهنا كان الراجل هبط شويه، حس بتعب، هيبتدي بعد كده يجي يزق الصندوق من هنا. لما يزق الصندوق من هنا هيلاقي الحته دي سهله، لما يجي على المقاومه هيلاقي المقاومه اصعب شويه. ليه؟ لان دي عباره عن طريق، عباره عن مطبات.
فيبتدي يفقد شويه من جهده هنا، جهد الراجل عمال يقل. لما يجي يوصل المقاومه الثالثه هينقلها وهينقل برضه الصندوق من هنا لهنا، على ما يوصل هنا هيكون يقول لك خلاص يا عم انا ما انتش قادر انقل حاجه، يبقى الجهد هنا في النهايه هيبقى صفر. هنا الجهد اكبر ما يمكن اللي هو جهد البطاريه، وهنا الجهد في الطرف ده هيبقى اقل ما يمكن اللي هو الصفر. فبس ده عشان تتخيل ازاي الجهد بيتجزأ، ان واحد بيزق صندوق، فعلى ما ينقل الصندوق على اول مقاومه او من على اول مقاومه هيكون فقد جزء من الجهد بتاعه، الجهد اللي هو بيبذله مجهوده يعني خلاص. فده نفس الطريقه الجهد بيتجزأ مع المقاومات المتصله على التوالي، اما التيار فبيفضل ثابت مع الايه؟ مع المقاومات. ده معناه خد بالك بقى، الفولت ده او الفولتميتر ده هيقيس جهد قيمته هي عباره عن مجموع ده زائد ده زائد ده. فده معناه ان في توتال اللي هي بتاعه الراجل ده بتساوي الفي 1 زائد الفي 2 زائد الفي 3، يبقى الفي توتال هي عباره عن في 1 زائد في 2 زائد في 3. طب يا جماعه ما ننساش احنا عندنا قانون اسمه قانون اوم، وادي القانون بيقول ان ار بتساوي في على اي، او في بتساوي ار في اي، يبقى الفي بتساوي اي ار من قانون اوم. يا جماعه عندي قانون اوم بيقول الفي بتساوي اي ار، فانا هعمل ايه؟ هقول له كده ان في توتال هشيلها واحط قيمتها، الفي توتال هتبقى عباره عن ايه بقى؟ هي عباره عن الاي توتال اللي هو ماشي في الدايره كلها، اللي هو المفروض ان اللي هو التيار اللي طالع من هنا، مضروبه في الار داش، او ممكن تقول بار بس، او ممكن تقول ار ايكويفالنت اي زي ما انت عاوز. الار ايكويفالنت دي هي المقاومه المكافئه للدايره كلها. ليه؟ انا بتكلم هنا على الفولت المكافئ للدايره كلها، هو عباره عن التيار المكافئ للدايره في المقاومه المكافئه للدايره. الكلام ده هيساوي في واحد قيس الجهد على المقاومه دي، يبقى الجهد على المقاومه ديت بيساوي ايه؟ هيساوي التيار اللي ماشي فيها وهو ثابت مضروب في المقاومه بتاعتها اللي هي وليكن ار 1 ودي ار 2 ودي ار 3. طب زائد في 2 او الفولتميتر رقم 2 بيقرا الجهد على المقاومه ار 2، يبقى هو عباره عن التيار اللي ماشي فيها في المقاومه بتاعتها. طب وفي 3 بيقرا الجهد على المقاومه ار 3، يبقى هو عباره عن التيار بتاعها في المقاومه بتاعتها. طب هناخد التيار عامل مشترك من هنا، يبقى هيساوي اي افتح قوس ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. الكلام ده بيساوي اي في الار داش او الار ايكويفالنت. هنطير الاي مع الاي، يبقى الار داش اللي هي المقاومه المكافئه عباره عن ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. يبقى يا جماعه المقاومات المتصله على التوالي المحصلة بتاعتهم أو المقاومة المكافئة بتاعتهم عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعهم. ومن هنا ومن بديهيات الرياضة ناخد بالنا إن المقاومة المكافئة هي أكبر من أكبر مقاومة في التلاتة. يعني لو افترضت دي 10 ودي 20 ودي 30، يبقى دي هتبقى أكبر من ال 30. ليه؟ طبقا للإيه؟ للمعادلة الرياضية اللي موجودة قدامي. ومن هنا ممكن أتكلم على سؤال علل مشهور جدا، يجي يقول لك علل بزيادة مقاومة الموصل يزداد تزداد مقاومته. يعني أنا افترضت إن أنا عندي موصل أهو، الموصل ده وليكن طوله 1 متر، وقلت لك إن مقاومته وليكن 2 أوم، جيت أنا جبت كمان موصل كده وصلته عليه زيه بالظبط وطوله برضه 1 متر، بيقول لك بقى إن المقاومة هتزداد. طب ما خد بالك، ما هو الواحد متر ده لو نفس مادة، لو نفس المادة بتاعت الراجل ده ونفس الطول ونفس الأريا هيبقى مقاومته 2 أوم. طب يبقى المحصله بتاعت الاثنين دول كده كام يا جماعه؟ 4 اوم. ليه؟ هيبقى ده زائد ده مجموعهم 4 اوم. ليه بقى؟ قال لك لان انا يمكن النظر الى زياده طول السلك على انها مجموعه مقاومات متصله على التوالي، وبالتالي فان المقاومه المكافئه لهم هي عباره عن مجموع المقاومات بتاعتهم، عباره عن مجموع المقاومات بتاعتهم. يبقى لما اجاوب على السؤال ده هقول ايه؟ انه يمكن النظر إلى زيادة طول السلك أنه عبارة عن مجموعة مقاومات متصلة على التوالي، وهذا معناه أن المقاومة المكافئة لهم هي مجموعهم، وبالتالي كلما زاد طول السلك كلما زادت مقاومته. خلاص؟ ده بالنسبة لأول حاجة عندي اللي هو التوصيل على التوالي. طيب، يبقى إمتى يا جماعة بحتاج التوصيل على التوالي؟ لو أنا عايز أكون مقاومة كبيرة أكبر من المقاومات اللي موجودة، يعني أنا عندي 3 مقاومات صغيرين، عايز مقاومة أكبر منهم الـ3، يبقى أوصلهم على التوالي، يبقى ده الغرض من التجربة أو الغرض من التوصيل على التوالي، إن أنا بحصل على مقاومة كبيرة من مجموعة مقاومات صغيرة. وخد بالك ما ننساش
ان انا عندي الاميتر بيوصل على التوالي والفولتميتر بيوصل على الايه؟ على التوازي. لو كانت المقاومات دي متساويه يا جماعه، لو كان قيمتها ار، هيبقى ار داش هتساوي ايه؟ ار داش هتساوي ان في ار، اللي هو عددهم في مجموعهم. يعني لو كانت دي 10 ودي 10 ودي 10، هي عباره عن عددهم 3 اللي هم 3 مقاومات في 10 بيساوي 30. ولو جينا حسبنا 10 زائد 10 زائد 10 بيساوي 30. خلاص، فهي هي يا اما تكتب العلاقه دي يا اما تكتب العلاقه ديت لو كانت قيم المقاومات متساويه. تعالوا نروح لحاجه كمان اسمها التوصيل على التوازي. يعني ايه التوصيل على التوازي؟ يعني انا هاخد المقاومات واوصلها على التوازي. يعني هفترض ان انا عندي 3 مقاومات كده برضه بنفس الطريقه، ادي المقاومه الاولى وبعدين ادي المقاومه الثانيه وبعدين ادي المقاومه الثالثه، وهوصلهم على التوازي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هسلط عليهم فرق جهد اللي هو البطارية بتاعتي. طيب أول حاجة هنعملها إن احنا محتاجين نقيس التيار، فهنيجي نركب أميتر عندي هنا في الدايرة الأصلية بتاعتي، وبعدين هركب أميتر هنا يقيس التيار بتاع المقاومة الأولى، وأميتر يقيس التيار بتاع المقاومة التانية، وأميتر يقيس التيار بتاع المقاومة التالتة. ده إيه؟ واحد، اتنين، إيه تلاتة، إيه أربعة. وفي نفس الوقت أنا عايز أقيس فرق الجهد، فالطرفين دولت هم دول هم دول، فانا هركب كده فولتميتر يقيس فرق الجهد على المقاومات بتاعتي. ممكن تركب واحد هنا وواحد هنا، مش هتفرق معايا. ليه؟ لان فرق الجهد على النقط اللي هي زي بعضها بيبقى متساوي، فرق الجهد هنا هو نفسه هنا هو نفسه فرق الجهد هنا. طيب ده بالنسبه للتوصيل على التوازي. ومن هنا يا جماعه التيار بتاعي لما يطلع من هنا، لما يطلع التيار كده من هنا ويمشي في السلك كده ويجي هنا، هيلاقي قدامه هنا كام طريق؟ هيلاقي قدامه 3 طرق، ومحدش يقول لي 4 طرق، ده فولتميتر، التيار مش هيخش فيه، لأن مقاومة الفولتميتر كبيرة جدا، وده هنعرفه في الفصل اللي جاي، أو في الفصل بتاع أجهزة القياس. يبقى التيار لما هيجي، التيار بتاعي هيتوزع فين؟ هيتوزع هنا، هيتوزع هنا، وهيتوزع هنا، وهيتوزع هنا، بقيم كام؟ قيم متوقفة على قيمة المقاومات، وأنا دلوقتي هفترض إن أنا معرفش المقاومات، R1، R2، R3. طيب يبقى انا يا جماعه هقول ان مجموع التيارات، التيارات اللي هي عباره عن ايه بقى؟ اللي هو الاي توتال، اللي هو التيار اللي هنا ده، ده هيساوي التيار الاولاني اللي هو اي واحد، زائد التيار الثاني اللي هو اي اثنين، زائد التيار الثالث اللي هيمشي هنا اللي هو اي ثلاثة. انا هبقى مسميهم كده اي واحد، وهنا اي اثنين، وهنا اي ثلاثة. جميل. من قانون اوم، الاي بيساوي يا جماعه من قانون اوم، هنقول ان الاي بيساوي، طبعا احنا قلنا ال V بيساوي I R، يبقى ال I هتساوي V على R. طب تعالى نشوف كده، لو ده I total يبقى ال هشيله واحط مكانه V total على R. جميل. طب وبعد كده طبعا دي هتبقى R ايه؟ R داش اللي هي ال R الكلية. واجي اشيل I واحد واحط ايه؟ احط فرق الجهد، احطه بدلالة فرق الجهد. التيار اللي هيمشي في المقاومة ديت هيبقى عبارة عن ايه بقى؟ هو عبارة عن ال V على ال R واحد. يبقى عباره عن فرق الجهد هنا على المقاومه بتاعتي اللي موجوده هنا. طب زائد اي 2 هيبقى عباره عن في، لان فرق الجهد ثابت، على ار 2. زائد الاي 3 هو عباره عن ايه؟ عباره عن في على ار 3. اهو الاي 3 ماشي هنا، يبقى فرق الجهد هنا عباره عن ايه؟ التيار اللي ماشي هنا عباره عن ايه؟ عباره عن فرق الجهد على المقاومه من قانون اوم. خد بالك بقى، انا هطير التيار الفولت مع الفولت مع الفولت مع الفولت لانهم متساويين. خلاص، لان نفس الجهد هنا يا جماعه. خلاص. طب تعالوا كده نكمل شغلنا. هيبقى واحد على ار داش بتساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار تلاتة. وبكده اقدر من خلال القانون ده احسب المقاومة المكافئة لمجموعة مقاومات متصلة مع بعضها على التوازي. وجبت القانون ده منين؟ عن طريق معرفتي بان التيار بيتجزأ مع الفروع، يعني بيتجزأ مع المقاومات المتصلة على التوازي. وبالتالي هقدر من خلال استخدام قانون اوم والقانون بتاع التجزيء بتاع التيارات اقدر استنتج المقاومه المكافئه، ان مقلوب المقاومه المكافئه بيساوي مجموع مقلوب المقاومات الاخرى. اقول تاني، مقلوب المقاومه المكافئه بيساوي مجموع مقلوب المقاومات الاخرى. خلاص، حضرتك بتكتب القانون كده وبتبقى القيم ديت معطاه، بتعوض بالقيم وتحسبها بالاله الحاسبه، وبعدين عشان تجيب الار داش بتشقلب بالقيمه اللي انت جبتها. خلاص، ده بالنسبه للتوصيل على التوازي. ومن هنا ناخد كام ملحوظه. الملحوظه الاولانيه ان فرق الجهد على المقاومات المتصله على التوازي متساوي. رقم اثنين، ان التيار بيتجزأ على المقاومات المتصله على التوازي
بنسب عكسيه مع مقاومتهم. يعني لو المقاومه هنا كبيره يبقى هيخش لها تيار قليل، وده طبيعي، ده منطقي بالعقل كده منطقي. لما يكون المقاومه اكبر يبقى التيار قليل، يعني المقاومه ديت هتقاوم التيار وبالتالي هتمشي تيار صغير. لما يكون هنا مقاومه صغيره يبقى هيمشي فيها تيار كبير. يبقى الملحوظه رقم 2 ان التيار بيتجزأ على المقاومات المتصله على التوازي. طب الغرض من التجربه ايه؟ ان انا احصل على مقاومه صغيره من مجموعه مقاومات. عايز احصل على مقاومه صغيره من مجموعه مقاومات. خد بالك الار داش اللي هي الار المكافاه هي اقل من اقل مكافاه في من اقل مقاومه فيهم. يعني لو افترضت ان الار 1 ب 5 وار 2 ب 10 وار 3 ب 15 هيبقى الار داش لازم تكون اقل من الخمسه، اقل من اصغر واحده فيهم. خلاص يبقى الغرض من التجربه بتاعه التوصيل على التوازي ان انا احصل على مقاومه صغيره من مجموعه مقاومات اخرى. طيب وممكن هنا يجي لك السؤال علل برضه، يقول لك عند زياده مساحه مقطع السلك عند زياده مساحه مقطع السلك بتقل مقاومته. ليه؟ قال لك بسهوله جدا نقدر نجاوب على السؤال ده من خلال اللي احنا فهمناه دلوقتي. لو انا افترضت ان انا عندي كده سلك اهو، السلك ده مقاومته وليكن 5 اوم، وقمت جايب سلك كمان زيه ولازقه فيه كده، وبعدين سلك كمان ولازقه فيه كده، ادي تلات سلوك اهوت، وكل واحد فيهم قيمته كام؟ 5 اوم. هما بالشكل ده توالي ولا توازي؟ لا بالشكل ده توازي. ادي السلك الاولانيه، يعني لو عبرت عن السلك ده بمقاومه كده اهو، السلك الثاني هيبقى تحتيه، السلك الثالث هيبقى تحتيه، متوصلين مع بعض كده، يعني متوصلين مع بعض توازي. طب هنا مساحه المقطع زادت ولا ما زادتش؟ زاد. الاول كانت مساحه المقطع كده، بعد كده مساحه المقطع بقت كده، يبقى مساحه المقطع زادت. فبيقول لك بقى الاجابه بتاعت السؤال ده ايه؟ اولا السؤال بيقول علل عند زياده مساحه مقطع السلك بتقل المقاومه. الاجابه لانه يمكن النظر الى زياده مساحه المقطع على انها مجموعه مقاومات متصله على التوازي. مجموعه مقاومات متصله على التوازي، وبالتالي فان المقاومه المكافئه للمقاومات المتصله على التوازي هي اصغر من اصغر مقاومه فيهم، وبالتالي عند زياده المساحه تقل المقاومه. هذه الاجابه ببساطه جدا. ملحوظه بقى اخيره نختم بها الفيديو ده، انا لو افترضت ان انا عندي مقاومتين فقط لا غير، هتبقى واحد على ار داش بتساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اثنين، وبالتالي هاجي اقول كده ان واحد على ار داش بتساوي وحد مقاوماتك هتبقى ار واحد في ار اثنين. لما تيجي توحد المقامات هيطلع لك فوق في البسط ار1 من هنا زائد ار2، يبقى اذا الار داش هتساوي ار1 ار2 على ار1 زائد ار2. قانون جبناه من الاستنتاج اللي احنا جبناه. يبقى انا لما يكون عندي مقاومتين متصلتين على التوازي المكافاه بتاعتهم، خد بالك مش مقلوب المكافاه، لا المكافاه بتاعتهم هي عباره عن ايه؟ عباره عن حاصل ضربهم على مجموعهم، عباره عن حاصل ضربهم على مجموعهم. طب لو انا كان عندي المقاومات ديت قيمها متساويه هقول له كده واحد على ار داش بتساوي ان على ار، لو ديت ار وديت ار يبقى مجموعهم ايه؟ 2 2 على ار، فهي عباره عن ايه بقى؟ هقول الكلام ده بيساوي ان على ار لو كان مجموعه المقاومات متساويه. كده احنا خلصنا شرح التوصيل على التوالي، شرح التوصيل على التوازي والغرض منه وازاي تكتبه في الامتحان. لازم تكتب الادوات بتاعه التجربه، ولازم تكتب ان انت محتاج اميترز وفولتميترز، وكل الاستنتاج بتاعي الاستنتاج ان عند التوصيل على التوالي المقاومه بتبقى كبيره اكبر من اي واحد فيهم، عند التوصيل على التوازي المقاومه بتبقى اصغر من اصغر واحده فيهم. وبعدين تكتب القانون بتاعك، وتكتب القانون في حاله ان كان المقاومات متساويه وهنا نفس النظام، يبقى انت كده خلصت جزء مهم او استنتاجين مهمين جدا من استنتاجات الكهربيه التوالية. ان شاء الله هنحاول في الفيديو اللي جاي نجيب مجموعه من المسائل والاسئله على التوصيل على توصيل المقاومات، لان هو سؤال مشهور جدا وتقريبا متكرر بصوره كبيره او ما فيش امتحان بيخلو منه بنسبه كبيره، فبالتالي لازم نركز على الافكار بتاعته بصوره كويسه، تقفل كل الافكار اللي موجوده فيه. اتمنى يكون التوصيل على المقاومات او توصيل المقاومات وصل لكم بصوره كويسه، واللي عنده اي سؤال او استفسار يقدر يسيبه لي تحت الفيديو على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه